بهني ابنائي الخريجين وبهني اسرهم. النهارده انتوا انهيتوا مرحله مهمه جدا في حياتكم وهو الاعداد داخل الكليه والدراسه، وخدتوا قدر كافي جدا من المعرفه والتدريب والعلم اللي يحطكم على اول الطريق اللي هو في تحمل المسؤوليه الحقيقي كضابط بالقوات المسلحه. بوصيك دايما ان انت تكون متمسك بشعار الكليه بتاعتك وهو الايمان والعمل والتطوير، الايمان بالله والثقه بنفسك، العمل الجاد والصبر، العمل تحت مظله العلم والمعرفه، التطوير وهو انك تطور نفسك دايما عشان تقدر تتعامل مع الانظمه الحديثه اللي موجوده في القوات المسلحه. احنا شايفين دلوقتي ان التكنولوجيا بتتطور من خلال قفزات سريعه جدا، فانا بوصيك ان انت لازم تطور نفسك عشان تقدر تستوعب الانظمه دي وتكون دايما على قدر كافي من المعرفه وما يدور محليا واقليميا وكل ما هو جديد في انظمه التسليح، حتى لو مش عندنا في القوات المسلحه لازم تكون ملم بيها، وان شاء الله تكون موفق وتمسك تاني بشعار كليتك الايمان العمل التطوير. الحمد لله القياده العامه للقوات المسلحه يعني بتصدق على المطالب اللي هي بعد الدراسه والتاكد منها هتضيف للطالب كل ما هو جديد وهتثقل من مهاراته. النهارده احنا الحمد لله الكليه بتوفد المدرسين والاساتذه في الكليه الى البعثات الخارجيه، بنطور في الفصول التعليميه والورش اللي بيتدرب عليها الطالب، بنطور في المعامل بحيث ان المعامل اللي احنا بنجيبها بنناقشها مع الجامعات المتقدمه وبنشوف المنهج مناسب لهذه المعامل وهتفيد المنهج ولا لا، بحيث ان الطالب ان شاء الله المعمل اللي بيجي يتدرب عليه على التكنولوجيا تكون متطابقه مع المنهج، وبالتالي هو هيحقق المعادله انه بيشوفه نظري بيحققه عملي، وده بتثقل مهارته وبترفع مستواه الفني. وان شاء الله انا بتمنى لهم كل التوفيق، باكد عليك دي امانه كبيره، اليقظه، باكد عليك الجاهزيه للمعدات، وانت عشان تحافظ على جاهزيه المعدات لازم انت كمان تبقى جاهز بالصبر والجهد والعرق والتدريب والحفاظ على لياقتك البدنيه، وطبعا كل دوت تحت منظومة الانضباط العسكري. وكل التوفيق لأبناء الخريجين إن شاء الله خلال مرحلتهم بالخدمة بالقوات المسلحة كضباط برتبة الملازم تحت الاختبار.